القامات العربية من المسرح إلى التلفزيون فالسينما. أكيد البداية السينمائية وأكيد حي الذكرى كانت مع المخرج الكبير محمد ملص رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في هذه الطبعة، هو القامة العربية أيمن زيدان. يتفضل السيد رئيس بلدية وهران لتقديم التكريم للقامة العربية أيمن زيدان وسط تحية كبيرة من طرف الحضور. يتفضلوا معنا إلى المنصة. أكيد القامات الجزائرية والعربية تستحق كل التكريم لأن الفنان هو العطاء ويقابله الوفاء من طرف الجمهور والوفاء من طرف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. أهلا وسهلا أستاذ، تستحق كل التكريم. والسيد رئيس البلدية يقدم درع التكريم للأستاذ أيمن زيدان بحضور مخرج أول فيلم سينمائي أيضا سيد محمد ملص رئيس لجنة الأفلام الطويلة. أستاذ زيدان، لابد من كلمة تقول هنا في هذا المساء. أكيد تحية لسوريا الشقيقة. مساء الخير. في وهران هذه المدينة الساحرة المتكئة على البحر، وفي وهران ومع أهل وهران في مدينة عابقة بالطيبة والتاريخ، طوال الأيام المنصرمة من هذه الدورة كانت دمشق في قلبي. دمشق كنت أراها حاضرة في عيون أهلنا في وهران، ودمشق في قلبي وهي تطل على مشارف الضوء والنصر القادم إن شاء الله. شكراً لوهران هذه المدينة الرائعة، شكرا لهذا المهرجان، شكرا لكل السينمائيين العرب الذين يحاولون الغوص في عمق الحياة الاجتماعية، شكرا لكل من كان دائما وفيا لحلمه، شكرا لأولئك الذين ما زالوا يصرون على أن يصنعوا سينما تحملنا إلى عوالم مشتهى. شكرا لكم جميعا وشرف كبير لي هذا التكريم. شكرا. شكرا لكم سادتي، تفضلوا. شكرا للجميع.